يرجع لورا عند عماد حمدي لابراهيم حسن. الاسماعيلي اكتر سيطره، اكتر رغبه هجوميه في الوقت اللي فات. كالديرون حلوه التمريره، التسديده جامده خطيره، ممكن جول جول جول. حسني عبد ربه بالتخصص في الانتاج، هجمه حلوه لسه هنقول فوقتنا، لا فوقتنا يا عبد ربه. 1-0 مع الدقيقه 35، وكان اللعيبه سامعني وانا بتكلم على الهجمه. قلت الاسماعيلي اكتر سيطره، الاسماعيلي اكتر رغبه هجوميه، انما كعب ايه من حسني ترجع له تاني، وامين عبد الحميد وفتح الله اللي يتباطؤوا ان هم يطلعوا الكوره. الدراويش بيتقدموا مع الدقيقه 35. حسني عبد ربه صاحب تصميم الهدف لغايه كمان ما تجيله عشان نصيبه يسجل في اخر 10 دقائق. اول تسديده من اسلام عبد النعيم خبطت فيه ابو شعيشه وراحت لحسني عبد ربه، طلع امير من المرمى، انما خدمته والتوفيق كان معاه بعد الكعب الجميل اللي عمله مع اول لمسه لاسلام عبد النعيم اللي سدد وراحت لصاحب نصيبها عبد ربه اللي سجل الهدف الوحيد في الدور الاول. يعيد التهديف مره ثانيه. اويش الوقت اللي جاي، بنقرب الربع ساعه، دقيقه 60 من احداث المباراه. ضربه راس يردها محمد فتحي، ابو بكر عبد اللطيف يشيل واحده لقدام يبدا بيها الهجمه، تمريره في المكان الفاضي، خطيره تسديده جامده، جول جول جول. حلوه ابو شعيشه مدفع ترد على طول لاكري، هدف التعديل للانتاج الحربي. اول ما لقوا مساحه في ظهر بهاء مجدي يعملوها في منتهى الجمال والروعه، وهنشوف ابو شعيشه اللي بيسدد واحده ايه مدفع. بص شوف تمريره وليد حسن واد ابو شعيشه الجامده وفي دماغ اومد اكري، انما الاولانيه ابو شعيشه من زاويه ضيقه يلعبها وتيجي في العارضه، اومد اكري بيسجل هدف التعديل. 1-1 مع الدقيقه 61، هدف التعديل للانتاج الحربي بعد ما طلع ريتشارد وداس عليها كويس قوي، التمريره منتهى الجمال والروعه. وليد حسن عمل تمريره بلسم لابو شعيشع.